بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بص يا شباب، المكان اللي كنت فيه النهاردة للشبار بتاع الشبار، تمام؟ دي المسطحة اهيت، ده اللي يعتبر المنفذ، الحتة ديت المنفذ، تمام؟ انت بتمشي اهو، بتطلع ده الكوبري، تمام؟ ده الكوبري اهوت، تمام؟ بتمشي بتكمل، تمشي كأنك مسافر بالظبط، تعدي طبعا المنفذ والكلام ده. سوري بس يفتح، بتكمل اكنك ماشي بالظبط. بص يا شباب، هنا البحيرة اهيت، دي البحيرة، تمام؟ وهنا عارفين اللي هي الرملة الحمراء، الرملة الحمراء اللي احنا بنقابلها واحنا ماشيين، تمام؟ انت بتكمل شوية، هنا بحيرة، من هنا هنا بحيرة، والجنب التاني برضو بحيرة، تمام؟ بتكمل شوية صغيرين، ده الفتحة دي اللي على النقطة ديت، دي الفتحة اللي هي بتدخل على البحيرة الأحواض والكلام ده، تمام؟ لا هتسيبها وتمشي شوية صغيرين، في ملف، الملف اه تمام، الملف اللي حاطط عليه النقطة دوت هو اللي بيخليك ايه بتلف. بعد ما تلف على طول تقوم ماشي شوية صغيرين، شايفين البيت الصغير ده قدام البيت ده، اه المكان ده هو ده يا جدعان، مصرف كده صغير ومصرف صغير تاني اهو، حاطط لكم على نقطة، والله العظيم هو ده المكان اللي كنت قاعد فيه، رحت ده ورحت المكان التاني ده، الاتنين دول. يلا ربنا يرزقكم يا رب ويوسع رزقكم ان شاء الله.